نستقبل عبر الهاتف الآن، نحيي رابطة الأندية على الشغل المعمول، نحيي الخطوات الإيجابية اللي بتتاخد للأمام زي ما قلت لكم، حتى لو خطوات مش شرط تكون سريعة بس هي خطوات للأمام، احنا ما بنرجعش خطوات للخلف. فهم بيشتغلوا في كل الجوانب، على مستوى التحكيم وعلى مستوى الفار وعلى مستوى تنظيم المسابقة وعلى مستوى اللوائح وعلى مستوى المكافآت وعلى مستوى الجماهير. فالمجموعة اللي بتشتغل في رابطة الأندية بصراحة وبحسب الكواليس اللي بتجينا كمان، الناس بتشتغل يومين وطول الوقت إنها تطور حقيقي. يعني معايا عبر الهاتف الآن الدكتور شريف صالح، عضو رابطة الأندية. يا فندم مشرف ومنور. أهلا أستاذ كريم، مساء الخير، إزي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب، ونأمل إن شاء الله مسابقة محترمة، مسابقة هادئة على المستوى الخارجي، ومسابقة مثيرة جدا على مستوى أرض الملعب إن شاء الله. حضرتك طيب وخير، واحنا نأمل زيك طبعا رغم صعوبة الموسم السنة دي، الاحتفالات أو المباريات الدولية كتير جدا، المشاركات الدولية كتير جدا، ففي تكدس جامد في هذا الموسم يعني. الحمد لله احنا عاملين حسابنا ومساعدين له، هيبقى في ضغط شويه لكن ان شاء الله يبقى خير يعني. لا ما هو ده يا دكتور، انا هقول سؤال هساله لحضرتك بشكل مباشر، احنا عشان الناس تبقى عارفه برضو عندنا التزامات بالجمله على مستوى المنتخبات والانديه، الموسم ده موسم صعب جدا جدا جدا، فطبعا احنا عارفين الجمل الشهيره، انت اجلت لفلان، لا ما اجلتليش، طب انا مش هلعب الا لما فلان يلعب مبارياته ونخش في الجيم ده. هل الكلام ده واسمع من حضرتك من دلوقتي معمول حسابه ولا هنسيبها بظروفها؟ الحمد لله مفيش حاجه عندنا بظروفها، الحمد لله. يمكن بان من الموسمين اللي فاتوا احنا كنا شغالين ازاي، وان كان في تاجيل تبقى في اضيق الحدود ومعلن قبلها، وان شاء الله السنه دي ان شاء الله برضو رغم التكدسات اللي موجوده والازدحام الشديد في البطولات الخارجيه، لكن احنا عاملين حسابنا عليها ان شاء الله، وحتى ثابتين حاجات في اللائحه عشان ما حدش يعترض، يبقى كل حاجه واضحه. طيب الحاجات بتبقى، هقول لك برضو عشان يا دكتور امشي معايا واحده واحده، الحاجات بتبقى موجوده في اللائحه وواضحه وكل حاجه، واحنا نيجي هنا كاعلاميين نقول والله الناس دي ماشيه زي الفل، يجي النادي الفلاني سين او صاد يقول لك يا دكتور شريف يا رابطه الانديه احنا بنلعب باسم مصر ومحتاجين لاعبتنا وعندنا اصابات وغيابات، ادونا تاجيل استثنائي، وبنسمع الجمل دي طول الوقت والمشاحنات طول الوقت، هل ناويين يبقى عندكم مرونة في هذا الامر ولا الامور دي مرضى؟ هذا الكلام حصل لكن احنا ما وافقناش عليه. احنا مقدرين الكلام ده كله، لكن احنا عاملين يعني مثلا في البطولات الافريقيه عاملين ان فرق المباريات لو هو بيلعب محلي هيبقى 3 ايام، لو هو بيلعب ده خارجي يبقى 4 ايام، وكان الاول عاملين ان مباريات دور الثمانيه تتاجل مستصحبها بالتاجيل. دلوقتي عشان نقدر ننهي الموسم في نفس المواعيد لازم حتى دور الثمانيه هيبقى برضه 3 ولا 4 ايام، بس يعملنا استثناء النهائي، الرابطه ان شاء الله هنقرر حسب ظروف الفريق اللي هو يوصل، لو وصل للنهائي ان شاء الله من اي من الفرق المصريه هنقدر نقدر التاجيل يبقى قد ايه، وكل ده مكتوب في اللائحه. طيب ولو في اي تاجيلات خاصه في اي بطولات ثانيه مكتوب ملحوظه اللي ده هيتاجل في حدود كذا، يعني كاتبين في اللائحه حتى الحاجات اللي هي لسه مش مواعيدها مش معروفه، زي ساعات كاس العالم للانديه لسه مواعيده مش معروفه، كاس سوبر افريقيا مواعيده مش معروف، عاملين له ملحوظه في اللائحه عشان يبقى كل الناس عارفه ان تاجيلاتها هتتم ازاي. عظيم جدا. طيب دكتور شريف، واحده من اهم الحاجات اللي برضو بتثير الجدل دائما كل موسم موضوع التحكيم، تحكيم بقى بسبب انه الحكام متضايقين عشان مستحقاتهم، ان احنا عندنا مشكله في الفار وتقنيه الفار، هل الامور دي بداتوا تتعاملوا معاها وان شاء الله ما نشوفش المشاكل دي الموسم الجديد؟ هو شوف حضرتك، اولا التحكيم مش تابع للرابطه، التحكيم تابع للاتحاد المصري للكره. الكابتن محمد فاروق امبارح نائب رئيس لجنه الحكام قال لي انه رابطه الانديه هي اللي هتبدا تصرف مستحقات الحكام الفتره اللي جايه، ده بحسب اتفاق مع اتحاد الكوره. مستحقات الحكام بالنسبه لكاس الرابطه ممكن، لكن احنا لو هنتكلم على تنظيميا للتحكيم المساله عند الاتحاد، لكن احنا بننسق معاهم، ولو في اي ملحوظات او في اي توصيات بنجتمع معاهم، وكان لسه في قريب نائب احمد دياب اجتمع مع الاستاذ جمال علام مع
رئيس لجنه الحكام اجتمعوا عشان يشوفوا الثغرات الموجوده وهتتحل ازاي، وفي مقترحات كويسه جدا اتقدمت وان شاء الله يبقى موسم كويس باذن الله بالنسبه للتحكيم. طيب ان برضو الحاجات دي دايما بتقال انه المعايير كتير ما بتبقاش واضحه بالنسبه للعقوبات، يعني يقول لك انت عاقبت اللعيب الفلاني بعقوبه واللعيب الثاني دوت بعقوبه ثانيه او الاداري دوت او المدير الفني ده. هل لائحه العقوبات هذا الموسم هتبقى واضحه وشفافه وصريحه للجميع؟ والله العقوبات اصلا كانت واضحه، لكن احنا كل موسم بنحاول نطور نغير بناء على اللي احنا شفناه، ففي حاجات معينه ظهرت لنا ما كانتش يعني فعلا عملت لبس شويه وعملت حاجه بنعدل في اللائحه وظبطناها بحيث ان هو لو حصل اي خروج عن النص في اي حتى بخصوص الجماهير مش بس اللعيبه، اي عنصر من عناصر اللعبه في اللائحه موجود نقدر نتصرف معاه ازاي والعقوبه بتاعته ايه واضحه بحيث انه ما فيش مجال للتقدير فيها كتير يعني. صحيح. طيب اهم سؤال وسايبه انا للاخر، موضوع الجماهير، الاستاذ احمد دياب النهارده تحدث انه 10,000 مبدئيا وممكن يزيدوا الفتره اللي جايه، هل المحاولات اكثر واكثر انه العدد يزيد الفتره اللي جايه؟ احنا دايما بنطلب من الامن الساعه الكامله للجماهير، لكن هو طبعا لهم النظره هم اللي بيقدروا. طبعا. احنا برضه طلبنا نفس الكلام الموسم ده، هم اعتقد ان في نيه وتوجه لزياده عدد الجماهير. حتى الان احنا معانا 10، لكن اعتقد ان شاء الله ممكن قبل الدوري كمان ما يبدا يبقى في حاجه ازيد، هنشوف ان شاء الله، وعلى اخر الموسم ممكن نوصل للساعه الكامله او نص الساعه، يبقى ده في تقدم كبير يعني ان شاء الله. امتى هيتم اعلان مواعيد الجوله الاولى في الدوري كالساعات، يعني المباريات هتقوم الساعه كام؟ يمكن يوم ولا يومين ان شاء الله يكون على طول جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعلن يعني باذن الله. باذن الله. دكتور شريف صالح عضو رابطه الانديه المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. يا رب خير.